السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اليوم غنخصو التمرين التطبيقي حول المنتجات الحسابية، وهو نموذج من الامتحانات الجهوية السابقة بالنسبة للثانية باك أدب اللي دايرين باك حر. وهذا الفيديو موجه حتى للتلاميذ اللي عندهم مشكل في المتتاليات، ولكن خصيصا للناس ديال الثانية باك أدب أحرار. ممكن نبداو على بركة الله. عندنا تمرين هنايا غنديرو فيه تطبيق لمتتالية حسابية. دونك الى لاحظتوا معايا انا هادي دونك هنا هادي متتاليه. هنا السؤال الاول كيطلبوا منا ان نبينوا ان المتتاليه حسابيه. دونك درنا في الفيديو ديال المتتاليه الحسابيه كيفاش كنبينوا ان المتتاليه حسابيه. دونك شنو كنديروا؟ كنديروا اي ان زائد واحد ناقص اي ان تساوي في الاخر عطينا واحد الاساس. شنو هو هذا الاساس؟ هذا بعض المرات كيطلبوه كيوريوه لينا، بعض المرات ما كيوريوهش لينا. هنايا مثلا راه ورونا الاساس، يعني الا حسبنا دابا الفرق ديال يو ان زائد واحد ناقص يو ان خص يعطينا 3 على 2. الا ما عطاناش 3 على 2 دونك راه عندنا خطا في شي بلاصه. اشنو غادي نديرو؟ غنعوضو يو ان زائد واحد. يو ان ها هي كاينه عندي هادي. دونك هادشي كلشي كيعرفو، ولكن بعض المرات كيوقع علينا شي خطا بسيط وما كنقدروش مازال نحصلو على نتيجه. وغنشوفو هاد الاخطاء كيفاش كيوقعو. دونك يو ان زائد واحد نحاول ندير هنا يساوي دونك يو ان غندير هنا ناقص هاد ناقص هذا هو هذا. ردوا معايا البال في هاد ناقص هذا. يو ان زائد واحد، يو ان زائد واحد اشنو اللي مبدل في يو ان زائد واحد على يو ان؟ هنا عندي يو ان، هذا هنا كاين ان، هنا بغيت يو ان زائد واحد. دونك هذاك ان غندير في بلاصتو ان زائد واحد. دونك يو ان شنو هي؟ يو ان هي 3 ان، 3 ان زائد واحد على جوج. هادي يو ان. هادي اشنو بغيت انا؟ بغيت يو ان زائد واحد. هاد ان هذا غنبدلو بان زائد واحد. دونك هو بدلتو بان زائد واحد، وحتى هاد ان هذا خصني نبدلو بان زائد واحد. دونك غنحيد هاد ان هذا غندير في بلاصتو ان زائد واحد. ولكن شنو هو المشكل عندي هنايا؟ كاين اللي كيعوض، ولكن خصنا نديرو الاقواس، لان هاد التلاتة هادي كنضربها في الاول في ان، خصني نضربها في ان زائد واحد. دونك غندير هنا الاقواس زائد واحد. هاد واحد وهاد جوج هادو مكيتبدلوش، لان شكون اللي كيتبدل عندي؟ شكون هو المتغير؟ هو ان. ثلاثة غتبقى، واحد غيبقى، جوج غيبقى. هاد ان هذا هو اللي حيدتو درت بلاصتو ان زائد واحد. وهادي مهمة أي واحد ممكن يديرها، ولكن اتونسيون لي بارونتيز ما خصناش ننساهم. دائما الأقواس يجب أن نتذكر الأقواس. ثم ناقص يو ان. يو ان هي هادي، دونك غنحطها كيما هي. 3 ان زائد واحد على جوج. دونك الله يرضي عليكم، هنايا ناقص راه كندير هاد ناقص هذا قدام الكسر، امام الكسر. دونك ما خصنيش نطلعو للفوق ولا نهبطو لتحت، لان الا طلعتو ولا هبطو راه عندنا شروط باش كنطلعو باش كنحيدو على السطر. دونك كلشي على السطر. ثم من بعد غنحيد هاد الاقواس هما الاولين. هنا اش كنستعمل؟ هنا كنستعملو ديك العلاقة ك عامل لي أ زائد بي. ملي كيكون عندي واحد العدد خارج الأقواس بغيت نحيد الأقواس. بحال قلتي مثلا انت كتجي كتسلم على، كتدخل للدار كتسلم على باباك وكتسلم على ماماك. دونك خصني ندير ك أ زائد ك بي. حيت كاين اللي كيضرب غير كاف ا وما كيضربهاش بي. دونك كنضرب هذاك العدد اللي خارج الاقواس كنضربو في جميع الاعداد اللي داخل الاقواس. هنايا دونك عندي 3 غنضربها في ان، هي 3 ان. عندي هنا زائد غندير زائد 3 في 1 هي 3. هاد زائد واحد هذا هو كاين خارج القوس، يعني غيبقى هو خارج القوس غيبقى بوحدو زائد واحد ثم على جوج ناقص 3 ان زائد واحد على جوج. نخليها هنا. دابا عندي فرق عددين كسريين، يعني عندي هنا ناقص ولا كيكون زائد. دونك زائد ولا ناقص بحال بحال، باش ندير واحد الكسر نحيد هاد جوج الكسور ندير كسر واحد. اشنو هو الشرط اللي خصو يكون عندي؟ خص يكون عندي نفس المقام، هاد اللي لتحت يكونوا بحال بحال. الا ما كانش بحال بحال خصني نوحد المقام. دونك هنا عندي جوج بجوج هما عندهم جوج، دونك غنحيد داك ناقص غندير غير كسر واحد. وهنا عاوتاني الخطا اللي كيكون كنديرو جوج زائد جوج، لا
الا انهم نفس المقام نحطها في دوبي المقام الموحد، دونك نحطها في دوبي. شنو هو المقام؟ هو جوج، دونك غندير انا غير جوج، ما غاديش ندير جوج زائد جوج. ثم هنايا غنبدا من هنا، عندي 3 ان ها هي 3 زائد 1 هي 4 ناقص شنو غيكون عندي هنايا؟ هنا كي هنا عاوتاني كيكون الخطا، يعني اغلبيه ديالكم غيقول لي غنديروا ناقص 3 ان زائد 1. كاين خطا، الخطا فين كاين؟ هو داك ناقص اللي كان على السطر ما بقاش على السطر، طلعته يعني لان درت كسر واحد، ملي كنطلع داك الكسر داك ناقص فوق الكسر كيولي يتحكم في هاد الاعداد كاملين، وباش يتحكم فيهم كاملين خصني ندير الاقواس. الله يرضى عليكم وردوا البال مزيان. دونك انايا غندير القوسين، يعني اشياء بسيطه واللي كتعاود ديما خصني غير نرد البال مزيان، لاني الا ما درتش الاقواس هنا اكيد ما غادي تخرج لك حتى شي حاجه من هادشي، يعني كلشي غادي يخرج غلط. ناقص 3 ان زائد 1، من بعد غادي نحيد هذوك الاقواس تساوي دونك 3 ان 3 ان زائد 4. هنا عاوتاني كاين اللي 3 ان زائد 4 كيدير فيها 7 ان، لا حيت 3 ان بوحدها بحال عندي 3 الاشياء زائد واحد العدد 4 ما نقدرش نقول راه عندي 7 ديال الاشياء، يعني شكون اللي كيعطيني 7 الاشياء؟ الا عندي 3 ان و 4 ان، يعني عندي 3 الحوايج زائد 4 الحوايج كيعطوني 7 الحوايج، يعني كيما كنخدموا على برا، ولكن 3 ان مع عدد ما يمكنش نجمعهم، دونك كتبقى 3 ان زائد 4. هنا الاقواس مسبوقه بناقص، الا كانوا عندي اقواس مسبوقه بناقص بغيت نحيد هذوك الاقواس، يعني كنغير الاشارات ديال جميع الاعداد اللي داخل الاقواس. الا كان هنا زائد، الا كانوا اقواس قبل منهم زائد راه كنحيد الاقواس ما كنغير حتى شي حاجه، ولكن الا عندي ناقص كنحيد هذا الناقص هذا وكنحيد الاقواس وكنغير جميع الاشارات للاعداد اللي كاينين داخل هذه الاقواس. هنا مثلا الاشاره ديال 3 ان هي زائد غنردها ناقص، اشاره ديال واحد هي زائد حتى هي غنردها ناقص، دونك غندير ناقص 3 ان ناقص 1 على 2. من بعد كنشوف هذاك البسط واش كاين، واش نقدر نبسط، نقدر نبسط في البسط. الا عندي مثلا عددان متقابلين، مثلا خسرت 3 ربحت 3 صفر، الا عندي ناقص 3 زائد 3 صفر، ناقص 4 زائد 4. هنا عندي 3 ان ناقص 3 ان، 3 الحوايج غنحيد منهم 3 الحوايج، شحال غيبقى ليا؟ صفر. دونك كنشطبوا عليها 3 ان ناقص 3 ان غتمشي، ولكن هنا ردوا البال لي، يعني كاين اللي كيشوف عاوتاني كيلقى 3 ان، كيلقى 3 ان زائد 3 ان وكيشطب عليها، لا الا عندي زائد راه بحال عندي 3 ديال الحوايج زائد 3 ديال الحوايج غيعطوني 6 ديال الحوايج، يعني 6 ان ماشي 3 ماشي صفر. انا هنا واحد عنده زائد واحد عنده ناقص، اش كيبقى لي؟ كتبقى لي 4 ناقص 1 هي شحال؟ هي 3 مقسومه على 2. اذا هاني كنقدر نبين ديك الاساس، داك الاساس اللي هو 3 على 2. ولدينا هالاساس بينا. دابا الحد الاول، الحد الاول كاين اللي ما كيعرفش شنو هو الحد الاول، شنو هما الحدود ديال المتتاليه؟ هما هادو اي 0 اي 1 اي 2 اي 3 اي 4، لان دائما المتتاليه كنربطو لها بي ولا في، اي 0 اي 1. غير هاد الحد الاول كيفاش كنعرف واش اي صفر منين كنبدا؟ بعض المرات كنبداو من اي واحد، يعني نقدروا نبداو من اي واحد ما كايناش اي صفر. اش كنشوف؟ كنشوف هنا هاد ان، هذا ان ينتمي الى ان، ان شنو هي؟ ان هي مجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه، يعني صفر واحد جوج ثلاثه اربعه الى اخره. الى ان مثلا لقينا هنا ان نجمه، ان ينتمي الى ان نجمه، دونك ان نجمه شنو هي؟ هي جميع الاعداد الصحيحه الطبيعيه باستثناء صفر الغير منعدمه، يعني كنبدا من واحد. يعني الا مثلا عندي هنا ان نجمه وبغيت الحد الاول، الحد الاول غيكون هو اي واحد حيت صفر ما كاينش، ولكن حنا عندنا ان ينتمي الى ان، يعني غنبداو من صفر حيت ما حيدوش ليا صفر، يعني غنبدا الحد الاول هو اي صفر. اي صفر يعني حتى الناس اللي عندهم بزاف، اللي عندهم صعوبه بزاف ما كيحملوش الرياضيات ولا ما كيفاه فيها والو، دونك يقدر ما يقدر ما خصوش يجيب صفر. دونك هذيك صفر هذيك راه خصك تحاربها، يعني كاين بزاف ديال الحوايج في الامتحان اللي كتقدر تحارب بهم ديك الصفر، ومنهم هذه مثلا اي صفر الحد الاول اي صفر. اي صفر اشنو غنعاود نكتب هاد اي ان حيت ديما هي باش كنخدم،
هي 3 ان زائد 1 على 2. هادشي كنديرو في الوثائق قبل ما نبدا في الورقه ديال التحرير. هنا عندي يو ان، هاد ان هذا هو هذا، ولكن شنو بغيت انا؟ بغيت يو صفر. دونك هاد ان هذا غنبدلو بصفر، ولكن نردو البال لواحد الحاجه عاوتاني. يعني خليت هاد الحيز فقط باش نبقى نديرو فيه النقاط. هادي دابا الا غنقرا هادي شنو هي؟ كاين اللي كيديرها هكا كيخليها، هادي راه 30 هاني. علاش؟ ملي كيكون عندي مثلا ان ولا درت جوج مضروبه في ان، هادو بحال بحال. ولكن مثلا الى عندي جوج صفر وجوج في صفر، واش هادو بحال بحال؟ هادي جوج في صفر وهادي راه 20 هادي. دونك هادي ما خصنيش نديرها. يعني انا ملي بدلت ان بصفر خصني ندير هنا عمليه الضرب. دونك باش كتكون لي عندي 3 مضروبه في صفر زائد 1 على 2 تساوي، دونك 3 مضروبه في صفر هي صفر، صفر زائد 1 هي 1 على 2. دونك انا كنلقى انا متتاليه حسابيه. اذا وكنكتب اذا يو ان 3 على 2 هو هذا، وحدو على الاول وحدو على الاول يو صفر يساوي 1 على 2. اذا كلهم عطاوهم لينا، خصنا غير نحنا نبينوهم. دونك غندوز للسؤال الثاني. الثاني هو عطوني واحد المجموع، مجموع مثلا واحد المتتالية حسابية مجموع ديال الحدود ديالها اش كيساوي. دونك حتى هنا درنا الخاصية ديال المجموع. ملي كيكون عندي مجموع ديال متتالية حسابية اشنا هي القاعدة؟ هي اس ان مطلق الصوم اس يساوي، وهنا سموهنا غير اس ان، حنا كنديرو اس ان تساوي دونك الحد الاول زائد الحد الاخر مقسومة على جوج مضروبة في عدد الحدود. الحدود هو ان ناقص بي زائد 1. وهذه هي القاعدة بصفة عامة، ولكن حنا ما خصناش هادو غير حروف. اش كنشوفو حنا؟ كنشوفو هاد يو بي اشنا هو الحد الاول، هذاك باش كتبدا. يعني هنا مثلا الحد الاول هو يو صفر، يو ان هو الحد الاخير. مثلا الحد الاخير هنا عندنا هو ان ناقص يو ان ناقص 1. دونك هادو هما الحد الاول والحد الاخير مقسومه على جوج. جوج كتبقى جوج ما كتغيرش، مضروبه في عدد الحدود. عدد الحدود شنو هو باش كنعرف عدد الحدود؟ ان هاد الاخراني هذا ان كنقص منه هذاك الاول بي. وغنطبقوا هذا الشيء دابا هنا عندنا الحد الاول عندي شنو هو؟ قلنا هو يو صفر. دونك غندير يو صفر زائد الحد الاخير هو يو ان ناقص 1، يو ان ناقص 1 مقسومه على 2 مضروبه. دونك عدد الحدود، دونك نحيدو هاد الاخراني هذا. شكون هو عندي هنا في الاخر؟ عندي ان ناقص 1. دونك غندير ان ناقص 1 ناقص بي، بي هو داك الاول هو صفر ناقص صفر زائد زائد 1. هذيك زائد 1 ديما كنزيدوها، يعني زائد 1 هاد 1 هادي زائد 1 يساوي، ما كنعوضو. و في الاخر خصني نلقى دونك الا شفتو هادو خصهم يتحيدو هادو. اي ما عنديش هنا اي، دونك انا غير ان استثناء ناقص ان. دونك اي صفر شحال لقينا فيها؟ اي صفر هي 1 على 2 اللي حسبناها هنا، 1 على 2 زائد يو ان ناقص 1. يو ان ناقص 1 ما محسوبش هنا، دونك نقدر نديرها هنا نحسبها ولا نمشي نحسبها في الوثائق. يو ان ناقص 1 دونك غنمشي هنايا غنحيد هاد ان هادو غنبدلو بان ناقص 1 يساوي على 2 زائد 1 3. دونك هادو اللي مكيتبدلوش هاني كتبتهم، ولكن ان ما غاديش ندير ان، لان شنو درت هنا في بلاصه ان؟ درنا ان ناقص 1. دونك حتى هنا غادي نديرو ان ناقص 1
وملي كنديرو عاوتاني ان ناقص واحد شنو خصنا هنا؟ دونك اكيد غادي تعرفوا غيخصنا الاقواس، لان الثلاثة هادي الا خليتها هكا بحال ضربتها في ان، انا خصني نضربها في ان ناقص واحد يساوي، دونك غنحيد الاقواس ثلاثة في ان، دونك دائما نفس القاعدة اللي كنطبق ثلاثة ان، هنا عندي ناقص غادي ندير ناقص ثلاثة في واحد هي ثلاثة زائد واحد مقسومة على جوج تساوي ثلاثة ان، غنبقى ثلاثة ان ناقص ثلاثة زائد واحد. هنا عاوتاني الخطأ اللي كيوقع هو كاين اللي كيدير ناقص وكيدير ربعة، دونك هادو أخطاء كيدارو، دونك نتمنى أنكم تجاوزوهم. هنا الخطأ فين كاين؟ هاد ناقص هذا غير ديال ثلاثة بوحدة، ناقص ثلاثة زائد واحد، أنا خسرت ثلاثة واحد الحاجة هادي، ماشي هاد الممسحة هادي شريتها بثلاثة ديال الدراهم وبعتها بواحد الدراهم، يعني شحال؟ دونك كنخسر جوج دراهم، لأن يعني شريتها بثلاثة دراهم وبعتها بدراهم، يعني كنخسر جوج ديال الدراهم، دونك غندير ناقص جوج مقسومة على جوج، وكنخليها هنا عاوتاني. دونك واحد الخطأ غنشير ليه، كاين اللي كيختزل هنا بجوج، هنا الاختزال ممنوع، علاش؟ لأن ما عنديش هنا عملية الضرب، لو أن كانت عندي هنا عملية الضرب غادي نختزلو بجوج غتبقى هنا ثلاثة ان، ولكن إلا عندي ناقص ولا زائد ولا القسمة دونك منقدرش نختزل بجوج. غنرجع دابا لهنايا بلاصة إو ان ناقص واحد غنكتب هادي، دونك الله يرضي عليكم حيت غيوليو عندنا الكسور بزاف، دونك كنسبق نحيد بعدا هاد الكسر نديرو باش داكشي اللي غدار الفوق نديرو الفوق، ولا غدار لتحت نديرو لتحت، دونك بلاصة إو ان ناقص واحد غندير ثلاثة ان، ثلاثة ان ناقص جوج على جوج، الكل على اثنان، دونك إو صفر هي واحد على جوج، إو ان ناقص واحد هي ثلاثة ان ناقص جوج على جوج، وهاد الجوج هادي هي هاد الجوج هادي مضروبة. ونتابعو معايا دابا باش ما نخلطوش هاد الكسر هذا هو هذا، دونك باش ما يتخلطوش ليا وعملية الضرب كاينة قدام هاد الكسر هنايا، دونك نسيت ما هنا غنسد القوس، هنا عندنا ناقص واحد زائد واحد هي صفر، كنت خسرت درهم وكنربح درهم هي صفر، اش كيبقى لي هنا؟ ان ناقص صفر هي ان، دونك غنخليها ان يساوي يساوي، دونك هنا عندي عاوتاني الفوق، دونك غندير هاد الكسر هذا، وهنا عندي جوج مضروبة ان، الفوق غنحاول عاوتاني كيما درت في الأول هاد الكسور هادو غنردهم كسر واحد، غنجمع العددين، يعني غندير واحد الكسر، حيت علاش؟ حيت عندي نفس المقام، عندي بجوج هم عندهم جوج، يعني كندير هنا المقام الموحد، وكندير هنا واحد، واحد زائد ثلاثة ان ناقص جوج، دونك هنا إلا رديتو معايا البال مدرتش الأقواس، حيدت الكسر طلعت زائد، ولكن نقدرو نديرو الأقواس يعني غير باش منضيعوش الوقت، غنديرو إلا كاع درت الأقواس، علاش هنا إلا درتيهم ولا مدرتيهمش حيت كاين الزائد قبل، يعني إلا كان عندي زائد قبل وخا كاع ندير الأقواس ملي غنحيدهم مغنغير حتى شي حاجة، دونك لو أنه كان هنا أنا ناقص ملي غندير هنا ناقص دونك ضروري خصني ندير الأقواس. باش الا حيت الاقواس نغير الاشارات، ولكن الا عندي زائد ماشي مشكل، دونك هنا عندي واحد يساوي، دونك هنا عندي ثلاثة ان غنبقى ثلاثة ان، واحد ناقص جوج، عاوتاني هادي بحال شريتها بجوج حيت كنقص جوج وبعتها بواحد، اللي عندو ناقص هو اللي كنخسر، يعني كنشري به، شريت بجوج وبعت بواحد يعني كنخسر واحد، دونك ناقص واحد على جوج على هاد الجوج هادي اللي كاينه لتحت مضروبة ان يساوي، دونك عندي خارج عددين كسريين، هو العدد الاول مضروب في مقلوب العدد الثاني، دونك هنا عندي ثلاثة ان ناقص واحد، ثلاثة ان ناقص واحد على جوج مضروبة في مقلوب ديال جوج، حيت هادي جوج هادي مقلوب ديالها، إلا قلبت جوج كنقلبها كتولي لتحت، يعني مضروبة واحد على جوج مضروبة في هاد ان هادي، دونك الله يرضي عليكم. هنايا هنا كاين اللي غيكون عندو غموض علاش درت واحد على جوج،
حيت هنا عندي راه بحال عندي جوج هي جوج على واحد، جوج هي جوج على واحد، لان العدد اللي كنقسمتو الا قسمتو على واحد كيبقى نفس العدد جوج على واحد، اذا قلبناها كتعطينا واحد على جوج، كيولي واحد الفوق وكتولي جوج لتحت، دونك واحد على جوج مضروبه في ان، اشنو غيولي عندي؟ 3 ان ناقص واحد جوج في جوج، هنا ما عنديش زايد باش نقولوا راه عندي نفس المقام غنحتفظ بالمقام جوج، الضرب لا الضرب كنضرب المقام في المقام، يكونوا نفس المقام ولا ما يكونش كندير لهم عمليه الضرب. دونك هنا عندي جوج في جوج هي 4 مضروبة ان يساوي هاد ان هادي مضروبة في ان، يعني هاديك ان إلا بغيت نحيدها فوق الكسر نطلعها للفوق كنضربها عاوتاني في جميع الأعداد، خصني ندير يعني غندير هنايا 3 ان ناقص واحد مضروبة في ان على 4، طلعت هاديك ان فوق الكسر، ولكن هنا عندي خطأ، فين كاين الخطأ؟ وهو انني خصني ملي طلعت هاد الناقص من فوق الكسر على السطر وطلعتها فوق الكسر خصني ندير عاوتاني الاقواس، يعني الا بغيت نحيد الاقواس باش نحصلوا هذيك على هذيك العمليه، دابا انا غادي باش نحصل على هذه اللي عطاوني اللي طالبين مني نجبدها، دونك غادي نلتقوا مع عمليه النشر، واحد على 4 غنعزلها بوحده، واحده بحال عندي هنا واحده هنا على 4 كنعزلها وغندير قوسين غنطبق عاوتاني هاد القاعدة، غير هنا كا بحال ولا في هاد الجهة، ولكن نفس الشيء إلا كاع كان كا هنايا كنضربو في أ ونضربو في بي، دونك أن غنضربها في 3 أن، هي 3 أن واستثنان، علاش؟ حيت أن في أن كيوليو عندي الخاصية ديال القوى، خارج جداء قوتي لنا هما نفس الأساس، نحتفظ بالأساس، إلا عندي أ، أ في أ، دونك نحتفظ بالأساس. ونجمع الأسين وكنجمعهم هنا، إلا عندي جوج ولا ثلاثة كنجمعهم، المهم اللي كان عندي كنجمعو، حنا عندنا هنايا إلا عندي مثلا هنا واحد، حيت أ هي أ أس واحد، دونك كنجمع واحد مع واحد كيعطيني جوج، نفس الشيء هنا، دونك أن عندها الأس ديالها هي واحد، وهادي الأس ديالها واحد، واحد إلا جمعناها مع واحد كيعطينا جوج، وثلاثة كتبقى ثلاثة، هي ثلاثة أن أس اثنان ناقص أن في واحد هي أن، ناقص أن لا دونك هنا ناقص أن. هنا 4 اللي كانت عندي راه خرجتها لبرا، وبالتالي كنحصل على هذيك العمليه اللي بغاو هما.